السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. طالب ناشط من محافظة النجف بالتدخل الفوري لإنهاء الاستيلاء على المساحات الخضراء وعمليات التزوير الحاصلة في المحافظة. دعونا نستمع. من النجف الأشرف، منطقة الحي العسكري اللي على شارع كربلاء خلف محطة الوقود، نتعجب ونستغرب من شخص يزرع له شتلة أو يزرع له شجرة أو يزرع له وردة يتعاقب إما بالسجن أما يطلعون الشفلات تشيل الوردة والشجرة. طبعا راح نبين لكم الضرر اللي صاب هاي المنطقة وصاب الأهالي وصاب أولادنا. ساحتهم مال الطوبة، منطقتهم الخضراء أخذوها، بس من اللي أخذها؟ كل شيء ما نعرف إحنا. الناس تبين لكم وبالوثائق قاع يتعاقد عليها بالصين يطوب العراق. شنو بحجة شنو؟ استثمار. المساحة الموجودة 70 متر أرض محرمة، هذه في التخطيط العمراني وفي كل دوائر الدولة موجودة. صح. منطقة خضراء أصلاً هي منطقة بيضاء في دائرة المساحة العامة. نعم. استغلت منطقة خضراء من قبل الأهالي. نعم. احنا الآن مستغلينها منطقة خضراء متنفس لحوائلنا. نعم. وعندنا بهذا الصدد موافقة البلدية أيضاً. نعم. إضافة لهذا المنطقة الآن تحتوي اللي هذه بيها الساحة حالياً احنا واقفين إلى انبوب ماء سعة 80 سنتيمتر. هذا من المجسرات الى المطحنه، اضافه الى الضغط العالي. وجنابك اذا تقدر تصور الضغط العالي الموجود. الضغط العالي هذا هنا موجود. حاليا هنالك مشروع لانشاء هنا بهذه المنطقه وهي مستشفى اهليه، لاحظ. يا اخوان احنا الان بحاجه الى مرافق عامه، ما عندنا مرافق خاصه. احنا نريد هنا دائره مستشفى مثلا، مستوصف، دائره مواصلات. اي دائره حكوميه هنا احنا ما عندنا مانع. مدرسة، روضة، ما عندنا مانع على أن تجيب لنا مستشفى أهلي بامتصاص دماء العراقيين، احنا نقول لك لا. نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا في هذا الموضوع. سكان منطقة هبهب التابعة لقضاء الخالص بمحافظة ديالى ناشدوا الجهات المعنية لحماية المتنزه الذي أنشأته إحدى المنظمات الإنسانية، حيث استولت عليه فيما بعد جهات متنفذة وحولته إلى موقع للمولدات التي تولد الطاقة الكهربائية دون الاكتراث، إلى الأضرار الواقعة على الأهالي من دخان المولدات وتهديد حياتهم، بالإضافة إلى الأمراض الناتجة عن الملوثات الناتجة عن هذه المولدات. لنستمع. شاهدنا إذن مشاهدينا الكرام مع حضراتكم هذا المقطع. ننتقل إلى مقطع آخر، حيث انتقد مواطن الحالة المزري لأحد المتنزهات في قضاء الدغارة أو في ناحية الدغارة التابعة إلى محافظة القادسية، حيث تفتقر هذه الناحية إلى الأماكن الترفيهية التي تعتبر متنفسا للعوائل. لنشاهد. وانا على الدغارة اليوم عندنا تصوير مو من أحد غابات الأمازون، لا، هذا مشتل زهرة الفرات، مشتل حي العسكري، وهي مدرسة الأضرار. هذا هسه راح نبلش نراويكم
انتم وحكمه. يعني طبعا الكلام مو صادر بس من سيد علي المفروض، لا، سادات وشيوخ الدغارة وجهاء الدغارة طبعا مع شديد الأسف ما نسمع لهم حس، ليش ما ندري. طبعا هاي مصلحة عامة، هاي الحديقة أو المنتزه هاي مو خاصة بي ولا خاصة بيكم، لا، هاي المفروض لأطفالكم. شوف هاي يعتبر مكان ترفيهي، طبعا هاي تم صيانته العام. السبب الأول الإهمال من الجهات المختصة، وليش الجهات الرقابية؟ طبعا الوحدة الإدارية عتبنا كلش كبير على الوحدة الإدارية، السيد علاء المحنة قائم مقام الدغارة، ما نعرف احنا جايين ننشر وجايين ناشدك وجاي نسوي لك تاكات او العالم تذكرك والعالم تسوي تاك السيد علاء. طبعا شوف هاي مولاي تندلها ما تندلها، هذا المنتزه مو المفروض يعني تصير لك مرة علي. شعبة المتنزهات والحدائق يابا رحمة الوالديكم، شنو هاي؟ هذا شنو هذا؟ بس عم احنا ما نسكيت. شوف هذا شنو هذا. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. تعليق من عدنان سعد يقول: أعطوا استثمار خارج المدينة وليس في المناطق الخضراء أو داخل الأحياء، لماذا لا تبيع الدولة هذه الأراضي وتستفاد من أموالها أو تبني عليها مدارس أو مستوصف، وليس يعطاها بلاش والمستثمر يأخذ سلفة بلاش إضافة إلى الأرض؟ لماذا هذا التبذير لأراضي الدولة الغالية الثمن؟ فريد المرشدي يقول: على الحكومة إرجاعها المناطق الخضراء لعامة الناس، أو إرجاعها مناطق خضراء لعامة الناس وترك الاستثمار والسرقات وأذية المناطق السكنية، والكل تعرف السرقات باسم الاستثمار. تعليق من أبو حيدر الموسوي يقول: أهم شيء هم مرتاحين، المواطن لا يهم، والله لو تناشدون سنتين ما حد يسمعكم، شوارع انباعت، ساحات انباعت. وعدنا تعليق من قائد يقول: النجف اختنقت كل ساحاتها توزعت، أما قطع أو استثمار. هذه كانت جزءا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. دعونا ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. معنا جانب آخر من معاناة العراقيين خلال أيام العيد، عيد الفطر المبارك. شهدت مدينة بعقوبة في محافظة ديالى شحة بوقود السيارات، مما أثار استياء وغضب المواطنين، مطالبين الجهات الحكومية بإيجاد حل لأزمة الوقود المتفاقمة. لنشاهد. السلام عليكم. هذا شوف على البنزينخانة وأيام عياد بعد الازدحام اللي وين، وهذا كله من وراء جماعة المحسن صادين الطريق، طريق ماكو، المحسن طريقه سيارة. تعليقات سريعا مشاهدينا الكرام بشأن هذا المقطع. لدينا تعليق من خضر سالم يقول: منتوج متوفر والمحطة بها 6 مضخات، لا تعمل منها سوى 1 أو 2 أو 3 مضخات، والناس تحتاج تزاور بالعيد، زيدوا عدد المضخات العاملة وينتهي الزحام. صباح نوفل يقول: اللي يخلق الأزمة هي الحكومة وليس المواطن، خليه يوفرون البنزين ويلغون البطاقة الوقودية، أو ليش ما ينطون تفويل كامل حتى المواطن يوميا ما يروح المحطة؟ بالبداية كان 50 لتر، بعدين صار 40، بس لا يسووا 30 لتر. كريم إبراهيم يقول: سر الأزمة إدارة المحطة، ليش يشغلون فقط بوزارات اثنين أما البوزارات الأخرى ما يشغلونها، هم اللي يخلقون الأزمة. عندنا تعليق من أحمد يقول: شنو إذا صار دوام المحطات 24 ساعة؟ بس بعقوبة من دون كل العراق، محطاتنا المغرب تعزل، ترى الحل سهل، بس ما حد يريد يساعد المواطن ويخفف عنه. مشاهدينا معنا السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر حياك الله.
السلام عليكم عمي محمد وياك ابو عمر تشرين من الناصريه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ابو عمر. عيد مبارك علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. وانت بالف خير ان شاء الله. طبعا بالنسبه عمي محمد ذولا مال استثمار ما استثمار ذولا كذا حكيهم كله كلاوات بكلاوات. ذولا قصدهم دمار الشعب دمار البلاد. نعم. زين ذولا ذولا كل شيء ما تتامل من عندهم، كل شيء لا تتامل من عندهم، يعني الشعب لا يتامل من عندهم شيء. ذولا وعدوا لك وعود كاذبه ماكو وعود صادقه. نعم. لان ما عندهم ثقه حتى بنفسهم هم. هم من جايين للعراق جاي يخربون البنيه التحتيه كذا يعني من على بكره ابيها، يعني جاي ينتقمون من عندنا هم جاي ينتقمون من الشعب. ذولا توابع الايران، الايران شو تقول لهم هم جاي ينبذون. زين ولا لا؟ احسب الموازنات صار 20 عام يا موازنه انطوها. هم موجودين هسه بالوجود هم يخلي يسمعوني. زين ولا يا موازنه انطوها للشعب، ماكو هيك موازنه. انا ما شايف هيك بلاد، يعني هاي بلاد العالم كلها نروح لها كلها نروح لها طبعا نشوفها. كل سنه موازنه تنقر. زين كل الصالح المواطن. طيب أبو عمر في احنا الان في عيد الفطر المبارك والناس تريد تطلع الى اماكن يعني منتزهات اماكن ترفيهيه تنفه عن نفسها بظل هذا الضغط اللي يعيشه المواطن العراقي. يطلع المواطن للشارع ما يلقى مساحه خضراء ممكن يتجول بها هو وعائلته، اماكن محدوده وتعداد السكاني كبير وماكو يعني ما تستوعب هذه الاعداد. ليش ما وفروا هذه المناطق اللي هي متنفس للعوائل واماكن ترفيهيه؟ اذا مثل ما قلت انت يقتدون بايران، روح شوف ايران، ايران فيها مساحات خضراء، فيها اماكن للترفيه، فيها اماكن يتجول بها العالم. وهم اصلا ذولا اللي اليوم يقتدون بايران اذا يريدون يروحون زياره او سياحه الى مكان يذهبون من ضمن المناطق الى ايران. ليش ما ينقلون التجارب الايجابيه في الدول المحيطه الى العراق؟ يسوون اماكن ترفيهيه، يزيدون من المساحات الخضراء، يسوون اماكن متنفس للعوائل، ليش دي يكتمون على المواطن ويكبتون به اكثر؟ ذولا عمي محمد ذولا مو عراقيين، هذا مو ابن البلد، هذا لو ابن البلد سوى استثمار سوى متنزهات العالم كل شيء سوى. زين يعني هو جاي يشوف الدول، جاي يروحون للدول، يعني الدول المتقدمه كل شيء يعني كذا صالح المواطن. ذولا ما جاي صالح المواطن، ذولا مو عراقيين، ذولا اوباش. هو شاهد على اوباش، بس انا اطلبه من الشعب بحق هذا عيد الاسلام، يعني ثورة إن شاء الله مثل ثورة السودان عليكم. لا والله يا شعب العراق لا ما تقوموا معنا تسوون ثورة، ثورة راح ياكلوكم وكل شيء ما استفادوا بعدهم، يعني تظلون على الحطة هاي. شكرا أبو عمر من الناصرية. نعم أنا أكتفي بحضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك. ويانا السيد مثنى من بغداد، تفضل يا مثنى حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام بخصوص الوزير الرعاية. نعم. اللي وزير الرعاية اللي قال ما حق للفرد العراقي 420، ليش؟ دار من جيبه هو. هذا حق كل واحد عراقي، هذا حقه. نعم. هذا حق كل واحد عراقي، ما دخل من جيبه هو، يريد نشتغل ما نشتغل، ليش داخل نفسه في مواضيع؟ نعم. اي والله شكرا. شكرا جزيلا سيد مثنى من بغداد، أشكرك للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر ضمن مواضيعنا. طبعا ناشد ناشط الجهات المعنية بمحاسبة الشركة المنفذة للمشاريع الخدمية في شارع السكك في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، والتي تعيق حركة المواطنين بسبب غرق الشوارع وعدم إكمال أعمالها بصورة صحيحة. لنتابع. اليوم أول يوم بعيد الفطر، هذا الرصيف اللي هو شارع السكك، هذا شارع السكك هاي منطقة الزاوية. شوفوا الجماعة فلشوا الرصيف، هاي الشركة يسمونها تنفيذ مباشر. قد توصل رسالتنا إلى مدير بلدية ولا قيم مقام ولا محافظ ذي قار. هسه هاي الجزر الوسطية فلشوها، هنا شوفوا ايش سووا، اجوا فلشوا الرصيف وطقوا السوندات، هاي كبار، هاي سوندة أولى وهاي ثانية،
وهاي ثالثه. فلشوا الرصيف وخلوا الماي وطلعوا وصالهم يومين، يعني هاي منا على ورا العيد هاي راح تفيض كلها. زين انتم شلون باكر عقبه تردون تسوون الرصيف؟ يعني تسوون الرصيف على هاي الوضعيه؟ يعني تدفنون وتحدون على هذا؟ هسه هذا واحد باو علي، هذا شنو؟ اسوانده مال ماي، تجي هنا اسوانده مال ماي، واسوانداتنا احنا مالت البيوت طقت وظلت، هاي سويناها على حسابنا. فاحنا رسالتنا توصل الى محافظ ذيقار والى الشركه المنفذه، تعالوا سووا المجاري، سووا الماي، فلشتوها وطلعتوا. هذا شارع السكك، وهاي روضه الزهور، وهذا مكتب الغاز، وهاي العماره الجديده، خاف بالتفاصيل، وهاي الصيدليه. هذا الماي راح يظل من هنا لورا العيد، راح يفيض الشارع، طقوا الصواندات وفلشوا البوار وراح. إلا مع هذا الملف مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر، حيث ناشد أهالي حي القدس في محافظة النجف دائرة المجاري في المحافظة بضرورة معالجة المياه الآسنة وطفح المجاري التي تهدد صحة الأهالي. لنشاهد. عم السلام عليكم، هاي مناشدة من أهالي حي القديس الثاني خلف الكراج الجنوبي إلى الأستاذ جعفر مطلوم. عمي مجارينا مسدودة، الله شاهد صار 4 شهور ما خلينا واحد ما ناشدنا، ما خلينا واحد ما حكينا وياه. جاي نروح نراجع للدائرة حوالي أكثر من 20 مرة، يجون مرة مرتين ويانا ما جاي يفتحوها، ما أعرف شنو السبب. يشتغلون شغل شلالي، الله وكيلكم. هاي شوفت عنكم، شوف المجاري وين جاي تروح، هاي جاي تجي هنا تروح لهذا الخط المطري هذا الجديد يسوون فتحوه. هاي صاير لها اشهر على هاي الوضعيه، هاي اكو اكثر من هولا راح اصورها لكم وشوفوها. الله وفيكم جاي ترجع على البيوت. هاي من هولا الثانيه خلف الجراج الجنوبي. هاي عم شوفوا، هاي المنهولة مال الرجال فايضة بنص الشارع. هاي شوفك عنكم، عم الله شاهد لو ندري هيجي لا دفنا البلوعة مالتنا ولا ربطنا على المجاري، يعني 4 أشهر تناشد ما حد يجي. شوف شوفك عينك، هذا الحي كله على هاي الوضعية. هذا الحلاق على باب الله في الساعة فارض مجاري، اخر شيء جاب سدادة سداها. هاي جاي يشوفون. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف، وننتقل إلى مقطع آخر، حيث انتقد ناشط من محافظة النجف سوء الخدمات وفساد تنفيذ المشاريع الخدمية في ناحية العباسية. وبالرغم من المناشدات الكثيرة من قبل الأهالي، إلا أنها لم تلقى أي استجابة من الجهات المعنية. لنستمع. معظم النواحي في محافظة النجف في العراق ما بيها مجاري، مجمع مجاري وتصريف وترتيب. وين تروح؟ مثل هذا البزول اللي تشوفوها امامكم، شوف تقريبا 3000 4000 على هذا البزل، مساحته كيلو اكثر من كيلو يصرفون مياه المجاري. هذا بالعام مياه الامطار، بلا امطار فايضه هاي الشوارع. مياه جوفيه قام تصعد للبيوت على المجمع السكني على البيوت، فايضه فدريحه كريهه، ما تقدر تدخل بثلاث 4000 بيت، يعني تتصوروا مجاري بالبيوت لمده سنتين او اكثر. كل اهل المناطق هاي لالاف رايحين لثلاث مكاتب، مسوي لهم كتب رسميه وكتابنا وكتابكم وشي غسان وخابروا وجو كشوفات مكاتبهم ومصورين اللقاءات، ولحد الان ما مشتغلين. يعني عندنا عدب، هسه قالوا لي هنا المسؤولين التنفيذيين غاسلين ايدينا. من المسؤولين التنفيذيين كل واحد صار له 10 سنوات و12 سنه لا يحلون ولا يربطون. نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا مثنى يقول: صدق جذب هيك يصير حال النجف وأحيائها؟ ليش؟ شنو السالفة؟ تعليق لدينا من حيدر يقول: للأسف النواب والتنفيذيين عجزنا عن مناداتهم. النواب في بداية مشوارهم تحركوا شوية وعملوا بروفات وبعدين خلوها على الصامت، يعني هم حقهم استلموا رواتب وصارت عندهم كروش
وبعد صعب يتحركون ويتابعون. تعليق من عادل يقول: يظهر المسؤول ويتكلم أو يظهر المسؤولين ويتكلمون عن إنجازاتهم، فأي إنجاز قد تحقق؟ مشاريع وهمية مهلهلة لا تلبي الطموح وغير منجزة وفق الضوابط المنصوص عليها. عندنا تعليق من سامي يقول: أنبوب ماء مكسور صار 6 أشهر ماكو أحد يستجيب، حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاهدينا معنا اتصال من السيد أبو علي من أبو غريب، تفضل يا أبو علي حياك الله. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير والشعب العراقي وكادر القنوات. حياك الله وأنت بخير إن شاء الله وصحة وسلامة. ويطول عمركم ويحفظكم. الله يسلمك، الله يسلمك. والله يحفظ دائم مقام أبو غريب إن شاء الله. تفضل يا أبو علي. الحمد لله والشكر. الخدمات في أبو غريب جيدة، فضل قائم مقام أبو غريب والمسؤولين الطيبين، والحمد لله العراق وأبو غريب بخير أجمعين. طيب إذا كان العراق أبو علي، إذا كان العراق بخير مثل ما تقول، ربما أبو غريب وضعها أحسن، أنت دا توصف حالة دا تشوفها، لكن إحنا أيضا دا نعرض، بس اسمح لي، إحنا أيضا دا نعرض مقاطع ودا نعرض مشاهد لحالات مأساوية موجودة بالعراق، خدمات ماكو، مجاري طافحة، شوارع مكسرة، مناطق خضراء ماكو. إذا كان المنطقة اللي أنت قاعد بيها حالها أحسن ربما من غيرها، ما يعني هل يجوز نعمم على كل العراق؟ إحنا ما لنا شغلة بغير محافظات، كل منو إلى محافظته، وهم إذا مو زينين يضربونهم 100 شلاق ويطلعونهم. انت مو ابن هذا البلد يا ابو علي، لو انت ابن ابو غريب بس ابو علي اطب علي للمحافظه. نعم. واقتله وانا الوالد والدي اللي يخدم اي محافظه. بس الحمد لله ابو غريب حالها احسن من كافه المحافظات، المي جيده جدا، بس المحافظات الجنوبيه هم يريدون هاي الشغله. طيب هم يريدون هاي الشغله، وجاي يسالفون على سوء الخدمات، المفروض يروح للمحافظ. نعم. ويكتلوين على الوالد والدين. طيب. على اللي يقدم أبو علي بس سؤال الخدمات. سؤال أنت يعني ماشي كلامك واضح بشأن أنه على اللي يعاني أنه يطلع يطالبه بحقه ويطلع ياخذ حقه بذراعه، هذا وجهة نظرك، لكن من دا تقول أنا ما لي علاقة بغيري، يعني أنت مو ابن العراق بالنهاية؟ أنا ابن العراق بس محافظ، بس أبو غريب الحمد لله والشكر الله حافظها وفضل. طيب. قائم مقام والمسؤولين اللي بيها والحمد لله والشكر، وما نعاني وما نشتكي. طيب. الأحد ما زل مصرينا كل شيء في أبو غريب، بس غير المحافظات الجنوبية مثل النجف مثل الديوانية هم يريدون هاي الشغلة. من هم اللي يريدون؟ هم يريدون هاي الشغلة، المفروض أطب للمحافظ وأبعد والد والديه وطلعا. شكرا أبو علي. نعم وصلت الفكرة، وصلت الفكرة، أنا أشكرك. إذا كنت تعيش في منطقة حالها زين كما تقول، أولا هي أبو غريب جزء من العاصمة بغداد، وحال بغداد الكل يعرفه من سوء خدمات، من غياب لهذه الخدمات، من مشاكل كثيرة يعاني منها المواطن. أبو غريب هي جزء من دولة العراق، حضرتك إذا ممكن تشعر براحة في منطقتك بسبب مسؤول قد صحى ضميره أو اشتغل للناس، نعم، لكن أيضا يجب أن تنظر إلى جارك، يجب أن تنظر إلى ابن بلدك اللي دي يعيشون بالوسط والجنوب، مو هم اللي رايدين هذا الحال، يستحيل، ماكو إنسان يريد أن يعيش في خرابة، ماكو إنسان يريد أو يرضى على نفسه أن يعيش في بلد أو في منطقة ما بها خدمات، منطقة ما بها مي، ما بها كهرباء، ما بها مستشفى ولا مدرسة، ماكو إنسان عاقل واعي يرضى على نفسه الأذية على نفسه وعلى أطفاله. لكن قد يكون الكلام صحيح بالنصيحة اللي تفضلت بها مع التحفظ على بعض التجاوزات، أنه على اللي يعاني أنه يجب أن يذهب ليأخذ حقه من المسؤول، يجب أن يخرج هذا المسؤول الفاسد من الكرسي، من مكتبه اللي أخذه بسبب الواسطة وبسبب المحسوبية والتحزب والمحاصصة والطائفية وغيرها. هذا كلام سليم، لكن أيضا ما يصير نقول أنا ما لي علاقة بغيري، هذا الكلام أعتقد غير صحيح، لأنه أنت ابن البلد، اللي يقع على ابن الجنوب يقع عليك فيما بعد،
والميليشيات الموجودة بحزام بغداد واللي دا تسويه بأبو غريب واللي دا تسويه بباقي مناطق حزام بغداد تؤكد أنه هذا البلد بلد فاقد للأهلية واللي دا يديروه فاقدين للأهلية ويجب أن يؤتى بأشخاص وطنيين أكفاء قادرين على إدارة شؤون العراق. طيب نكمل مشاهدينا الكرام مع حضراتكم فيما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. وثق مواطن عراقي تهريب الممنوعات وقام باتهام مدير الطرق العميد عدنان دنيار في محافظة ديالى بالتغطية على المهربين وتسهيل دخولهم بحسب المواطن. لنستمع. هاي سيطرة فرحة. والله هاي سيطرة فرحة. وينك عميد عدنان دنيار مدير الطرق الخارجية مال ديالى عيني. هذا كله شوف هذا كله تهريب هذا. كله تهريب فلوس. كله نداءات هذا كله نداءات يا ابو. كله نداءات. هاي الخوت هاي مستلزمات طبية هاي مستلزمات طبية. الوقت الآن الساعة 1:30 ليلا. سيطرة فرحة عيني. هاي كل عدنان دنيار عيني. شوف هاي الأمور مالتك عيني. هذا كله تهريب كله بفلوس جاي عبر الدولارات. مدير الطرق الخارجية مال ديالى. مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر. تحدث مواطن عراقي في مقطع تم نشره وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن دخول ألبان فاسدة إلى محافظة ديالى بسبب تواطؤ جهات متنفذة وعدم محاسبة المتورطين بدخول المواد الفاسدة مقابل مصالح ومنافع مادية. لنتابع. عين عدنان دنيار سيطرة فرحة. دير بالك علينا عمي بس تشمرك شو. هذا كله البان فاسد قلبي. هذا كله تفاسد. والسواق كله يا سائق التلزمه يقول لك انا ندعي من عدنان دنيار مدير الطرق الخارجيه مال دياله. قلت له الله بينا عمي. ترى دمرتنا. ترى الشعب العراقي كله راح يموت من وراك. في مقابل ادخال المواد الفاسده والممنوعه ومنتهيه الصلاحيه، صاحب شاحنه للطماطم اشتكى من فساد جمرك وسيطره باوا وإجبارهم على دفع الأتاوات مقابل السماح لأصحاب الشاحنات والبضائع بالمرور من خلال السيطرة الحكومية. لنستمع. السيطرة للجمرك. ايش قصركم كم محملين؟ صار لنا يومين. يومين؟ يومين هاي السيارات صورها كلها طماطم. هاي كلها طماطم هاي؟ طماطم هاي السيارات. بس الجمرك ما يخليكم. بس هذا الجمرك ما يخليني. بس الجمرك ما يخليني. شو يقول لك؟ يقول لك ما مشيك. يقول ما مشيك. هذا الكتاب وهذا الكتاب. اعطيني الكتاب الله اعطيني الكتاب رحم الله والديك اعطيني الكتاب. اعطيني الكتاب الله يلزم الكتاب الله والديك. هذا كتاب من رئيس الوزراء. من رئيس الوزراء. من مكتب رئيس الوزراء. هاي كلها طماطم. هاي كلها طماطم هاي كلها طماطم؟ كلها طماطم والله العظيم. وبس هاي بس السيطرة مال الجمرك ما تخليها. هذا الكتاب صوره هذا شوفه الله وكيله. هاي كلها طماطم هاي كلها ملايين. الله يعينكم الله يعينكم الله يعينكم. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. حمدي يقول ماكو جهة رقابية تحاسبهم ولذلك قليل من أو قيل من أمن العقاب أساء الأدب والأخلاق والشرف. شموخ تقول أو يقول عيني بس المخدرات والممنوع طب أسرع من البرق بالعراق. إلك الله يا عراق. تعليق لدينا من علي يقول الله ينتقم من أهل السيطرات. والله لو ما فساد السيطرات كل الحاجات كان نزلت نص سعرها. إلى متى السكوت على هؤلاء السراق؟ تعليق لدينا من محمد يقول فعلا السيطرات تمنعهم وبحجة الممنوع يأخذون فلوس. السيطرات سبب دمار العراق والفقير. كانت هذه جزءا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. ابقوا معنا.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في حلقة صوتكم لهذا المساء، ومعنا الآن السيد أبو عمار من أبو غريب. تفضل يا أبو عمار، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا دائما نجامل، وهاي المجاملة هي ضد المواطن وضد ما فماكو داعي للمجاملة. المتصل قبل شوية اتصل قال انه ابو غريب يعني فول الفول وخدماته وهو وما شاء الله يعني فايق عن كل المحافظات. لو يجي واحد يمر، بس يمر للمستشفى مال ابو غريب، نعم، ويقولهم راسي وضغطي صاعد وراسي يوجعني واريد لي حبه حبابي مال براسيتول، نعم، ويشوف الـ 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 الخدمه مالتهم والتعامل مالهم، يعني ما يملك الحبايه ديال براسيتول. نعم. يضمدك، يكتب لك، يقول لك روح للسوق بثنتين من الليل، بثلاثه من الليل، لاكو صيدليه ولاكو هذا، يعني المريض ينقل الغير مستشفى، ينقل المستشفى خاص. نعم. ماكو علاج ولاكو يعني اي يعني يقدر يعالج لا اذا واحد مجروح. طيب والخدمات؟ والخدمات تعال شوف، انه اكو مشروع هذا مال تبليط. نعم. شارع خدمي وكذا، صار له سنه احفروه، يحفر كل نص كيلو، يحفر له مسافة، وظلت التيول مثل ما هي. نعم. الحفريات مثل ما هي وعافوا. هذا في هذا الشارع فقط اللي تقول عليه، لو في كافة أبو غريب؟ لا، هو هذا الشارع. لا، أنا أقصد على وضع الخدمات سيئة كهذا الشارع فقط. هذا الشارع خدمات ماكو، لا خدمات ولا الله وكيلك تكرم الزبايل والهذا، ظالم مكومة بالأسبوع يجي يفتر ياخذ له فرة بالمنطقة اللي يلقاهن على الشارع يشيلين ويدير وجهه ويمشي. طيب يعني سيد أبو عمار، يعني برأيك أبو علي من أبو غريب استند في كلامه على شنو بالضبط؟ يعني هو قال بأنه قائم مقام أبو غريب رجل يشتغل، وهاي المنطقة أحسن مناطق العراق. والله احنا علي أساس، يعني هل اكو ابو غريب ثانيه؟ يعني انتم تعيشون بوحده ثانيه مثلا؟ والله ماكو، هو هذا ابو غريب من صرنا، هو هذا ابو غريب، هذه حالته. وتعال شوف، مر باب غريب. نعم. وايش بالشارع مر. احنا صراحه يا سيد ابو عمار، يعني حقيقه من يكون اكو راي ويجي احد المتصلين من نفس المنطقه ياتي براي اخر، بس نريد حتى نبين للمشاهد الكريم انه يا جماعه يعني قد تكون هناك وجهات نظر، لكن في النهاية احنا نريد نسمع من الجميع حقيقة الأمور الحاصلة في العراق الآن. يعني احنا لا متفقين وياك يا أبو عمار، ولا مرتبين على هذا اللقاء، حضرتك تواصلت من أجل تبيان قضية معينة.
ليش الناس تمدح او تمدح بشخص؟ احنا نتمنى يكون اكو مسؤول نظيف، مسؤول نزيه. والله يا ريت. يعني احنا نتمنى، واحنا وياه اذا حتى اذا يستعين بالمواطن، المواطن هم عنده امكانيه انه يمشي وياك ويشيل عائلته وشي يريد ينفذ له في سبيل انه ينجز المشروع وينجز هذا العمل. يعني انت برايك يا ابو عمار انه كلام السيد ابو علي من ابو غريب غير دقيق، جانب الصواب؟ نعم غير دقيق، ولا حكم مالت الله، لانه احنا ما لا حاطين بجيوبنا ولا بس، والله احنا شغله عامه ولكل الناس. ودنا انه يصير خدمات ويصير ضبط ويصير ربط وكل المواطن ويا المسؤول. سيد ابو عمار من ابو غريب، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. استمعنا مشاهدينا الكرام الى حديث السيد ابو عمار، فند كل ما قال السيد ابو علي من ابو غريب، وقال بانه هذا الكلام غير دقيق، يعني كافي مجاملات، كافي ان نحاول ان يعني نحابي هذا المسؤول او نحاول ندعمه بشكل زائف وهو بعيد كل البعد عن الحقيقه. خلي المسؤول يشتغل واحنا وياه، بس خلي يشتغل فعلا، خلي يكون مسؤول نزيه فعلا، شريف فعلا، نيته صادقه في العمل. احنا حنكون وياه، اهالي المنطقه كلهم وياه، اهالي القضاء، اهالي المدينه، لكن اذا كان هناك مسؤول صادق ونزيه ووطني فعلا والى هدف بخدمه المصلحه العامه. عموما معنا السيد ابو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم. ابو عبد الله حياك الله، وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ العزيز شلونك؟ حياك الله يا ابو عبد الله، وسهلا. هذا ابو علي من ابو غريب من يقول خدمات وخدمات، ما تلقيه تابع المسؤول، ماكو من ذول المسؤولين الحراميه وعيبه وقله. يعني شوف سيد ابو عبد الله، احنا حتى لا ندخل بنوايا الناس ولا نغتاب احد، خلينا احنا نقول باللي سمعنا بدون ما نتبلى عليه انه هو تابع لنا. ماكو خدمات. يعني علاش نجامل؟ علاش نقول فلان قام مقام زين او فلان محافظ زين؟ يعني شنو اللي يعني اقول لك احنا بنقول زين؟ يعني زين مال شنو؟ يعني ناس مستفاده من خلينا نقول من محافظ او من قائم مقام، وانا راح اقول عليه زين انا كذا انا فايدني؟ زين والمنطقه شلون؟ نعم. يعني هاي هذا السوالف مال طائفيه. وعندك هذا طلع هسه من يقول لك على الطماطه، صحيح انا اي كلامه. انا من الذين عبارة من جسر الزرقاء فارغ، الديكية عبارة فارغ، كانت ميليشيات على الحجسر حاش اللي هم يقولون عليها، والله الفارغ تدفع 10,000. ليش؟ ما شنو؟ مو محمل. ما شنو هال 10,000؟ يرجع، والله يقول لك هاي مشكلتك، خاوة. نعم. هاي خاوة. واللي يرجع محمل مخضر من يقول له والله وضعي، يقول له هو هم قام يبكي. يا اخي تجيب شيء ممنوع، عبر شيء ممنوع، بكي نستفاد من عندك. يعني اخوات حكي هاي مال دوله، هاي حكي دوله. ارجع واقول لك انا المتحدث، انا شفت اشوف عيني وياي انسجن، انا محكوم بامر صدام حسين قبل. سيطره مال الشرطه وقتها شرطه محليه، مفرزه كامله وضابطهم ملازم اول. قالوا يا اربع منتسبين او خمسه. اخذوا شيفه السوقي من واحد بذاك الوقت. من اشتكى عليهم انحكموا 7 سنين. المفرزه كامله انحكمت 7 سنين. وقضت الحكوميه مالتها سجن دياله، بالاصلاح مال دياله كان بنص السوق. زين هذا هسه المتحاسب. يعني على هذا الكلام يا سيد عبد الرزاق، على هذا الكلام بامكان اي واحد عنده ممنوعات، عنده متفجرات، اسلحه، مخدرات، يعبر طالما دا يدفع المقسوم للسيطره. المهم اقول لك، المهم جيبه هو، ماكو حطه بجيبه ومشى. يعني اقول لك يعني احنا مع احتراماتي، ماكو يجي ماكو يجيك مهتلف، مع احتراماتي شلون برايمر جاب هذول المهتلفين؟ جاي يقول لك انا العراق مش علي بالعراق، انا المهم جيبي. ما حد يفكر بالعراق. شكرا سيد ابو عبد الله من صلاح الدين، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. كلام يختصر المشاكل التي يعاني منها العراق من انهيار امني، من انتشار المخدرات عن طريق هذه السيطرات التي تسهل مرور كل الممنوعات الى داخل العراق. اذا دفع المقسوم، اذا دفع صاحب السياره الفلوس للسيطره، ومن لا يدفع لا يمر، حتى لو كان قد جاء بالطماطم وغيرها من المنتجات التي تخدم المواطن وتوصل له هذه او توصل هذه المنتجات الى التجار حتى يبيعوها للمواطن، هاي ممنوعه اذا ما تدفع.
سيد عبد الرزاق من بابل تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيام السعيدة وكل عام وأنت وقناة الرافدين بألف ألف خير وكل العراق من شمال الجنوب، أسأل الله أن يعيده عليهم بالأمان والاستقرار إن شاء الله. آمين إن شاء الله، وأنت بألف خير يا سيد عبد الرزاق، حياك الله. يحفظك ويسلمك أستاذ محمد. الله يسلمك. بالنسبة للخدمات أستاذ محمد، الإنسان يكون يراقب ضميره. إذا شار ضميره حي يقدم خدمة، بس إذا ضميره يعني ميت ما تتوقع من أداء أن يقدم خدمة لا لنفسه ولا لناسه. إحنا عندنا مثل يقول إذا غاب القط العب يا فاق، هذا مثل. للأسف الشديد أكو ناس عندنا يعني إلا بالخوف يلا يمشي عدل. يعني بوقت النظام السابق أستاذ محمد دق واعتقد، إذا شوف يعني موظف يقدم له خدمة وإنت تريد يعني تكرمه أو تهديه من طيب نفس، يا أخي تستحي تقدم له هذه الإكرامية وهذه، لأنه يكون خاف يأخذها بغير تصور. حتى اليوم أصبحت ثقافة للسرقة والرشوة، اليوم أصبحت ثقافة للأسف الشديد. هذا شنو؟ غياب القانون والنظام، هو النظام القائم هو يشجع على الرشوة والسرقة. بالنسبة للسيطرات أستاذ محمد، هذا أبو السيطرة شلون استلم السيطرة؟ هذا أنطى فلوس عليها وإجى استلم هذا المكان. فيحاول أن يسترجع الفلوس اللي أنطاها. فشوف على من اللي يصير الضرر السلبي؟ يصير على المواطن، يعني ياخذ من أبو الشاحنة، ياخذ من أبو السيارة، ما يمليك لأنه هو مشتريها، هو مشتريها من قبل الأحزاب والميليشيات. سيد عبد الرزاق، أنا أشكر حضرتك وأعتذر طبعا منك لأن الوقت ضيق للغاية. فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة الإنفوغرافيك. عيد الفطر المبارك في العراق، شعائر معظمة وعادات موروثة. طبعا قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على العادات الموروثة لدى العراقيين خلال أيام الأعياد وقبلها، دعونا نتابع. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. العقد مطلب الخريج بموازنة 23. طالب الخريجون التربويون والإداريون بشمولهم بالعقود وإنهاء معاناتهم وعدم استبعادهم من التعيين في موازنة عام 2023، كما توعد حكومة السودان بثورة لن يحمد عقباها إن لم يتم إنصافهم في موازنة عام 2023. جئناكم ببعض التغريدات. حسين ماجد يقول: سنتيا من التظاهرات والاعتصامات للخريجين التربويين والإداريين لم يروا فيها سوى التسويف والمماطلة من قبل الجهات المعنية، بالرغم من أن هذه الشريحة مهمة والمدارس بحاجة لهم، لذلك يجب عليكم إنصافنا بالعقد في موازنة 2023. الخريجون التربويون والإداريون قضية وطن. تغريدة من جاسم يقول:
إلى رئيس الوزراء: لن نتنازل عن حقوقنا، ما بدأنا به من اعتصامات وتظاهرات طوال السنتين سوف ينتهي باستحصال حقوقنا وهو التعاقد معنا في موازنة 2023، وهذا أبسط حقوقنا، الخريج التربوي، الخريجون التربويون والإداريون. طيب، حوراء تقول: الخريج خط أحمر، الخريجين التربويين والإداريين يتوعدون حكومة السودان بثورة لن يحمد عقباها إن لم يتم إنصافهم في موازنة 2023، العقد أبسط حقوقنا فلا تختبروا صبرنا. ولدينا تغريدة أخيرة من منار تقول: في بلاد العجائب يتم سرقة 3 تريليونات من خزينة الدولة ويتم الإفراج عن السارق، بينما الخريج يفترش الأرض على مدار سنتين، وها هو رئيس الوزراء يستبعد التعيين والتعاقد مع الخريجين في الموازنة. مشاهدينا الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.